يقولوا على أخنوخ الصديق لم يوجد لأن الله نقله. في رسالة يهوذا يقول قبل نقله شهد له إنه كان ماشي مع الله. طب أخنوخ دوت ما سمعناش عنه حاجة خالص، كم سطر بالظبط كده، لكن الناس شاهدوا لي ان هو كان مع الله. الاباء وقف قدام نقطه صغيره كده، قال لك اخنوخ ده ولد اسمه متوشالح، عاش اكبر واحد على الارض. شافوا بقى ايه الناس عشان يقول لك شهد له؟ يقولوا الاباء رب ابنه متوشالح ده اللي عاش أطول عمر، يقول متوشالح معناها يموت ويحيا. ومتوشالح مات في السنة اللي حصل فيها الطوفان. كان ربنا عايز يقول للعالم هتموت بسبب الخطية، ولو ركبت الفلك معايا سفينة النجاة مشيت معايا هتحيا. فساب شهادة من غير كلام، ربنا هو اللي ساعده فيه. ساب عظة بدون كلام، قالها يا سفر يهوذا برضك، قال الله يأتي مع ربوات القديسين ويدين فجور الناس الأشرار. طب جبتها منين يا يهوذا؟ قال انا جبتها من التقليد. التقليد اليهودي قال ان اخنوخ الصديق قال كده ربنا مش هيسيب الناس عايشه في الشر، ربنا مش راضي على اللي انتوا فيه ده، ربنا مش موافق على الخطيه دي، وسابي العالم لغايه لما ايه ابنه بقى عظة صامتة. متوشالح يموت ويحيا، ومات في السنة اللي كان فيها الطوفان، وبعد الطوفان حيي لوط وعياله بطريقة جديدة. فعلا ليه الله ودان الأشرار، ما سابش الشر في العالم.